لأنه نحنا مش وحدنا بهالكون، لأنه كل لحظة نغمة وكل تكة قصيدة عغير موجة موسيقى العالم. رحب فيكم مستمعي صوت لبنان بحلقة جديدة من عغير موجة موسيقى العالم. حلقتنا اليوم خاصة مع ضيف رفض أنه تكون هويته الموسيقية محدودة، فاختار أنه يخوض رحلة البحث عن اللغة الموسيقية يلي بتوحد البشر. ريشار ميلان، ميلان ماوران أو باختصار ماوران، تعددت الأسماء وبقي الجوهر واحد، سعي إلى الفن قبل النجومية وبحث عن الروح من خلال الموسيقى. ريشار ميلان المولود ببيروت ما وجد ضالته بلبنان، فاختار السفر واستقر بتولوز الفرنسية من حوالي 7 سنين، لكن الهجرة حصلت بعد تجارب فنية كتيرة ببلده بين المسرح والغناء. لو كان قلبك برضو لسيباني حيران، اللبنة والأحلام راحت فينا يا عين. ما بعرف إذا ماوران بيحب يتذكر ريشار، لكن في كتار بعدهم بيتذكروا أغنية عزيزة وهالشاب يلي قدم الطرب بأسلوب جريء وأصر إنه يضم ألبومه الأول والعصري جدا أغنيات من التراث، فحمل عنوان قدك المياس. قدك المياس يا عمري يا. عشق ريشار التقاليد الموسيقية العربية من صغره، وبعمر 5 سنوات بدأ العزف على البيانو وغناء الليتورجيا المارونية، وبعمر 15 درس الغناء الشرقي بالكونسيرفاتوار على يد الموسيقار فؤاد عواد. أما الدراسة الجامعية فكانت بالتمثيل والإخراج على مقاعد معهد الفنون الجميلة الجامعة اللبنانية، وهو شارك بأعمال مسرحية لريمون جبارة وشكيب خوري ويعقوب الشدراوي وغيرهم. من حوالي 11 سنة بيعيش ماوران خارج لبنان، نظرته إلى الفن تبدلت وأفاق مشروعه الموسيقي تسعت، خصوصا مع الميل إلى التصوف على الصعيدين الفني والشخصي. بال2010 ولد فريق ماوران كوارتيت المتخصص بالموسيقى العربية المعاصرة، حيث الألحان والنصوص مستوحاة بمعظمها من الثقافة الأندلسية والأفكار المطروحة تسعى إلى التحرر النفسي والجسدي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كيف بدي أحكي معك، ريشار ولا ماوران؟ مثل ما بتحبي، ما بهم الأسماء. تحررت من كل شيء حتى من اسمك. ايه، حسيت انه هيدا كان توب عبالي اشلحه، والاسم هو اول طبعه بيطبعوا فيها للانسان، واجا وقت ايه حسيت انه هلا ريشار يلي بتذكر بملك انجلترا وهيك، حسيت ما الي علاقه فيهم، خاصه بالنوع الموسيقى والكتابه اللي بكتبها. فاجت كلمه ماوران يلي هي كانت اسم الفريق اللي الفته، فريق الموسيقى ببروكسل، وبعدين اتغيروا الموسيقية وضل ماوران اخ شي. بس ليه ماوران؟ ماوران هي كلمة كتير بحبها، هي لك انا عم بعمل رشاش عن الكلمة طلع معي معنى واحد مفهوم، هو اسم منطقة صغيرة بباكستان. ما بعرف اذا عندك هيدا المعلومة. ايه عندي هيدا المعلومة، بس انا اكتر تكلت على كلمة ماوران جاي من المور اللي هو صوت موج البحر واضطرابه، و يعني هي مثل غمو بالفرنساوي، يعني بس يكون في طيارين او حتى الهواء بس يعمل غبره وهيك، او الموج يفوت ببعضه، هذا يعني المور. حتى ماوران هيك بتشبه الماورائيات بركه، وانت عندك ميل انه تروح الى ابعد من المنظور.
بلكي لأنه أنت شاعرة بتشوف هالأشياء بهالطريقة ويمكن مزبوط. يعني ما فكرت قبل بقصة ما وراء؟ لا. أوكي. لا. مبسوطة أني عم بعطيك فكرة جديدة. ريشار ميلان موران بتقول أنه بس تجي على بيروت وهيدا حالة نادرة جدا يعني ما بتجي دايما على بلدك بتحس أنه عبالك تكتب وأنت هلأ بزيارة على لبنان حسيت بالميل للكتابة؟ حسيت هالمرة أكتر بالميل للرسم. وأوقات أنا يعني الأفكار بتجي أو الألحان بتجي بطريقة بصرية فبعبر عنها أو بلحن أو بكتابة أو برسمات وقت بيطلعوا كلهم مع بعضهم. فالمهم إذا الشعور اللي بحسه طلع بطريقة من هالطرق مهم أنه نكون عم يتسجل وعم دونه بمحل معين وبعدين برجع بسترجع وبوسعه أكتر وبعمل منه غنية وبعمل منه لوحة. أنت أيضا بترسم وهذا الشيء واضح بالألبومات يعني كل الجرافيكس والإلوستراسيون تبع الألبوم عم بيكونوا من ريشتك أنت. شو رسمت هلأ بهذه الزيارة على بيروت؟ رسمت رسمة شخص يعني إنسان بس ما كتير واضحة وحامل فيتوس جنين بداخله بس الكوردون بيليكال الحبل السرة هو جاي من طالع من العين مش من الرحم. ليه؟ ما بعرف قلت لك تجي شغلة فيزيوال لا نقدر نفسره. بس ما استوقفتك مشاهد التحول اللي صايرة بلبنان صلك تحوالي 4 سنين ما زرت لبنان انت عايش بحد تولوز بفرنسا بمنطقة البيريني يعني منطقة بتخيل كتير نظيفة على كل الأصعدة منطقة بتحترم الفن اللي بيشبه فنك ما استوقفتك المشاهد النافرة تانية ببيروت او الشوق للبلد ما خليك تقشع الامور النافرة؟ صراحة هالمرة كان كتير الوضع بالنسبة لي مختلف عن المرات اللي قبل. هالقد الإعلام الغربي عم بيصور المناطق عنا بطريقة كتير مضخمة فحضرت حالي نفسيا أنه أوصل وصراحة أنه ما نقدر نمشي من النفايات وحسيت أنه مثل جاي عجبها انه داعش ورا الباب وهيك فبلشت هالمره بالعكس عم حس انه ما بعرف عم يوعى فيه شيء انه هو خاصه بانه نحن هالشعب ضاقت علينا وانه لازم المفروض نكون جنينا كلنا سوا. مزبوط. يعني بسمع اوقات من رفقاتي مثلا هونيك فرنسوية بخبروني عن انفجار صار بمعمل بتولوز انه من شي 10 سنين تنقول بعدهم لهلا اوقات بيحكوا عنه بيروحوا نتحكي بيكون بعد في خلية ازمة نفسية صح بيتابعوا نحن كان شتي يعني نحن مربينا بالملاجئ وكنا بالمدرسة نشوف القناص من الشباك وكنا عايشين يعني كنت قلوا نحن شت كيف هون تسألوا عم تشتي او لا نحن كانت شتي ازايف او لا يعني بحس ما بعرف عندي احترام صار يعني اكيد بعدني بزعل انه يا ريت اكتر بصير فيه نرجع منوع ان نحن قبل ما نكون اكيد مسيحي ومسلم ودرزي وكتائب وقوات وجعجع وعون وحزب الله يا ريت قبل كل هون متذكر نحن انسان اول شيء هيدا اكيد هيدا بس هيدا معممه مش بس خاصه بلبنان يعني هوني كمان جوش ودغات ومدري شو يعني هيدا كل ما بدهم هن يتحكموا بشعب بيقسموه بينسونا نحن شو اساسنا انه بني ادم اول شيء فهيدا بس حرقتي بس حرقتي خاصه بكل وين ما كان بالنسبه لفرنسا وهيك انه باكد لك انه كيف الاعلام هون بفرج انه الاعلام هونيك بفرج بس النقاط الضعيفه او النقاط الخطره او الاعلام هون بفرج لافي ان روز لافي ان روز هونيك بس انا لما رحت انه انا عشت بباريس كمان فتره رجعت هلا رحت وكنت بشوارع منش هدول الشوارع تبعي اللي تبع السوق مش الشانزليزي والمايو قلت لهم كانه المايناج يعني اللي شو بيقولوا بعدنا بالعصر الحجر مش الحجر هذا الوسطى يعني للاسف يعني شفت عيال عايشه مخيمة وقاعدة على الأرصفة ومش إنه في منهم فرنسوية وناس عم بيشموا باتكس أو تلزيق وهيك إنه في حالات صعبة وفي في أشياء إنه ما بيحكوا عنها عرفت كيف مثلا الوجع كوني الوجع منه محصور ببقع جغرافية معينة الشظايا الأنابل الأزايف الملاجئ اللي حكيت عنها من شوي أثرت فيك لدرجة إنه خلق مشروع شظايا هو مستوحى من بيروت ومهدى لإله إذا فيك تخبرنا أكثر عن هيدا المشروع وعلى ماذا يقوم؟ هلا السي دي اللي نزلته اللي اسمه لا يرانا هو بحسه اكثر العالم الروحاني او العالم المتخيل التصوفي يلي انا حبيت فوت فيه
وعبر عنه. يعني هو رحلة للداخل وللخارج. بينما مشروع شظايا هو أكتر خاصه بهول الأشياء، هول الذكريات اللي بضلها محفورة فينا، خاصه أكتر بالإخبانيس، إنه كيف مدينة بتبطل تعرف حالها بعدين. إنه شفت معرض بسرسق هلأ مثلا عم يفرجوا بيروت كيف كانت بالألف وثمانمية، إنه حاولت إنه حتى كان في أسوار وفي قلعة وفي إنه هو كلهم راحوا. وبدل ما نرجع 1800 مثلا، إذا بنرجع بس لشو كانت تخبرنا أمي، لأن أنا أخلقت بالحرب عن قبل الحرب، بيروت كانت شيء وهلأ شيء. يعني مزبوط. كانت سانتر فيل إنه وسط المدينة، يعني مثل كأنه وقف التاريخ بمحل، الروح تغيرت. ايه في شيء صار في وقت معين. وقديش صعب انك تغير روح مدينة، صح. وبعدين تطلع تلاقي فعلا تغيرت الروح، البشر تغيروا. هيدا الشيء اللي عم تعالجه بيه شظايا؟ عم جرب عبر عنه. انا ما بعرف عالج شيء، انا بعرف انجأ بجرب عالج حالي بس بجرب عبر عن الاشياء اللي انا بفكر فيها او بحسها. فمثلا من الاشياء انه تبقى الشغلة بسيطة، اكيد في اشياء اشعار، انا ما بحب اقول اشعار، كلمات حتى بكتبهم، نصوص. بس في اوقات مثلا حسيت باغاني مثلا تبع نامي نامي يا صغيرة، حسيت انه فكرة انه اللي هيدا الولد يلي كنت تحسهم بالملجأ بده يطمن ابنه عم بينايمه، نفس الوقت انه ام مثلا نفس الوقت هي انه على حافة الهستيريا، فبتصفي انه نام نام، تصفي انه عم تتوتر. يعني رح نسمع مقطع من نامي يا صغيرة، هي ريبريز انت عملتها بصوتك، ورح نفهم الشيء اللي عم تقوله انه صحيح الكلمات كتير حلوين كتير ناعمين، ولكن الباك جراوند الموسيقي بذكرنا بهيدا ستريس اللي كنا نعيشه تحت الأزايف وورا كياس الرمل. شظايا هو ألبوم رح يصدر من بعد ألبوم لا يرانا. نحن مفروض نكون عم نخصص الحلقة لألبوم لا يرانا يلي حامله هدية لقلنا اليوم موران لصوت لبنان ولقلي. بدي أشكرك على ألبوم لا يرانا، نتمنى أنه يكون موجود بالمكتبات اللبنانية. ما بعرف إذا عم تشتغل على الموضوع، إذا رح يكونوا اللبنانيين قادرين يحصلوا على السيدي. هلا عم جرب اشتغل على هذا الموضوع، بس الوقت الحاضر نازل بالفناك بفرنسا وبأوروبا، ومفروض انه في ينطلب على الاونلاين، كل شيء صار متوفر. فبس كمان هلا عم جرب انه لاقي شيء ديل تينزل بفيرجن. اللمس والبصر هيك عن قريب احلى من انه يطلبوه اونلاين، انك ترجع تطل على الجمهور اللبناني من خلال عمل مختلف جدا عن العمل يلي تعرفوا عليك من خلاله. حكينا بالانترنت عن أول سيدي أصدرته، كنت عم بسأل أنا ما بعرف إذا موران بحب يتذكر ريشار. لا يكون صريح معك، أخذتني كم سنة تقدر أتقبل هيدا الفترة، لأنه صار عندي
يعني مثل كأنه أساسا أنا كنت وقتها بعدني أنه طالب يعني بالمعهد الموسيقي وبالفنون عم بدرس مسرح مثل ما قلت. وكان أول شيء كتير كنت حابب أنه من الأساس فوت بنوع أنه يكون طالع من جواتي وهيك. فعملت 4 أغاني وقتها نزلوا هني بهيدا الألبوم، بس مش هني يلي بيّنوا أكيد على التي في وهيك. فكانوا أغاني اسمهم أنا بحر عتيق والقطار وربما والمطر. فوقتها خاصة بوقتها ما كان في كتير شو بقولوا بادو برودكسيون شركات إنتاج شوي بيهتموا. ايه بس رغم هيدا الشيء انت عملت انجاز بوقتها، يعني كان الكليب عاملين اوكي. فانا جيت لقيت اوكي انه كان مفروض اعمل اشياء اكتر خارج انه فيهم ايقاع وهيك، فقلت انا لكن ما انه انا عم بدرس الاشياء الكلاسيكية وهيك في اشتغل على هذا الموضوع. وعزيزة كانت فكرة انه حط كلمات على لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان فيه لسيد درويش وقد حلبة وموشح. يعني دمجت الغناء الأصيل مع البيت التجاري والحديث والشبابي. نعم بس الشيء أنا حتى ما تغش حالك، يعني ما غش حالي كتير. بس أنا اكتشفت بعدين أنه هي قصة التلفزيون كتير وهيدا العالم هيدا كله يلي أكتر وأكتر عم بيصير فيه بايات، يعني أكتر هو برق ولمعية مزيفة. أوقات فيها تكون يمكن مش مزيفة، ما بدي أنا أسمح لحالي أنه أحكم هيك أنه بالمطلق. بس أنا بالنسبة لي حسيت أنه صفيت عم ضيع عن أنا الهدف اللي بدي إيه. أنت من الأول كنت عارف شو بدك أساساً. أي كنت عارف، بس الطريقة أخدتك، يعني الطريقة أخدتني صح. فلما كان أنه عم يبلش يمشي الحال يمشي، كل ما يمشي الحال أكتر كل ما أنا جواتي عم حس أنه إيه عم ببعد عن حالي، لحديت ما أجا الوقت وحسيت أنه بدي أبعد عن كل شيء تأجى علي حالي. فينا نقول أنه النجاح بين مزدوجين هو اللي خليك تعمل شرخ مع هيدا الماضي وتختار أنه تمشي طريق جديدة. أنا بحب النجاح مثل كل شخص، وبحب الفشل، وبحب كل إنه كلهم هشقف من الحياة بعد نتعلم منهم. بس حسيت إنه النجاح اللي كان عم بيصير هو عم يكون له علاقة بطريق مش أنا اللي بدي إياها، يعني عم بنجرب فيها. يعني أنا هلأ مثلا إذا هلأ بس أعمل مثلا حفلات إنه كونسير أو شيء هنيك ويكون مثلا في تجاوب من الناس وفي وقاعدين وعم يسمعوا هيك، وبعدين بيجوا أشخاص من بعد بيقولوا إنه حسينا إنه هيدا الشيء لمسنا وحسينا حنا سفرنا وغمضنا عيوننا وعملنا مديتاسيون أو شيء، هيدا الشيء إنه كتير بيعطيني سعادة إنه قدرت نتشارك أنا هيدا هالأشخاص. هذا بالنسبة لي نجاح إنه صار في تواصل. بس نجاح هذا مثلا يجي يقول لي مثلا صوتك حلو وهون اللوك تبعك حلو هيك، حسيت بمطرح انه خلص عم صير عم انه هيش لي بربارة صفعين اخر شيء. فحسيت انه لا بدي ارجع لاقي حالي لانه هذا هو المهم. كان بدك تلمس قلوب الناس وارواحهم مش بس عيونهم. يمكن هيك ما بعرف. يعني فينا نعرف الموسيقى اللي بتقدمها على مرور التجارب اللي انا سمعتها عبر يوتيوب لانه ما كان معي الالبوم. هي موسيقى شوي صوفية صح؟ وانت كمان حدا يميل الى هيدي المدرسة او تعلم على هيدي المدرسة؟ انا رح اقولك بصراحة انا كان عندي قراءات انه خاصة بحب كتير نفرق بين الديانة بشكل عام وبين الصوفي مش ديانة السلوك يعني بين الروحانيات. وأنا بكل بساطة لما فليت من هون حبيت فوت بطريق التجرد، يعني حملت حالي وزتيت حالي هيك زتيت حالي مطرح ما بياخدني الجمعة. أخذت فيزا جمعة وقلت ما حتى إنه كان عندي فيزا شنغان وما عارف لوين بدي أروح. مثلا كان في إنه يروح عند ابن عمي بإسبانيا وكذا، قلت ما بدي أروح عند حدا ما بعرفه، بدي زت حالي، يعني مثل كأنه بدي أخلع كل الأقنعة وكل هاي، بدي حط حالي بمطرح إنه يرجع يوعى في ما بعرف الأنا الحقيقية. الأنا الحقيقية مش الأنا يلي إنه خلص مليان شو بقوله ديكوش دي ماسك وكل هدول طبقات فكانت هيدي الرحلة بلا ما أنا جاي عم فكر هل يا ترى هيدي رحلة تعتبر لطريق تصوف أو عدم طريق تصوف. لما صفيت أنا عم بتقرب لنفسي ولاقي أنه أكبر شغلة صعبة وعظيمة بالنسبة لقلي بهالحياة هي أجي عليه البساطة، بساطة أنا الصغير يلي جوا. هون بلشت انه احس انه عم بنسجم مع قراءات لرابعة العدوية او للحلاج او لنفري كتير. لعبت القراءة دور بانك تلاقي طريقك؟ لعبت يمكن دور انه ما مجن يمكن بمطرح معين حسيت انه والكتابة؟ والكتابة كانت بلشت بعد مرحلة ولا بلشت كمان ورافقتك بكل هيدي الرحلة من الاول؟
هي رفقتني من قبل يعني. أنا من أنا وبلبنان كنت أكتب، بس أكيد كنت أكتر أكتب إشياء إنه خاصهم بالعاطفة، إنه قصص خاصهم بقصص عاطفية وهيك. وبعدين صفوا، لا كان صف الشيء اللي عم عبر عنه بالكلمات صار يقل أول شيء، بطل إنه طوال الأشياء اللي بكتبه، صاروا جملة جملتين، وصاروا بس إنه يعبروا عن هيدا الاكتشاف تبع هالطفل الصغير أو ما بعرف شو فينا نسميه، لأنا الصغير هذا اللي قلتيه عجبتني. العقوبة هي من كلماتك. نعم. من ألبوم لا يرانا رح نسمعها بليز مارون. أنا رح كفي النص بصوتي إذا بتسمح لي، لأنه نص جميل جدا، هو من كتابتك موران. والعقوبة كانت ألا ترى البحر ثانية وأن تسمعه دائما، وعندما رأيت قدمك على الرمال عرفت أني من رمال، وعندما رأيت يدك على جسدي عرفت أني جسدي. شو بخصوص الشعر؟ هيدا شعر، هيدا شعر، هيدا لا نص ولا كلمات ولا صف أحرف، هيدا شعر. أنت شعر وأنت بتقرر أنت بتقلي. هيدا شعر، مع أنه أنا ما كتير بحب ينقال عني شعر إلا لما يشعروا باللي بالشي اللي عم بكتبه. إذا شعروا فعلا يعني أنا بكون شعرة، فأنا شعرت بهيدا النص. شكرا لك. خبرنا أكثر عن هيدا النص. كتير صعب خبري. صعبة. أنا مثل ما قلت لك هدول النصوص بيطلعوا بمرحلة إنه بعيشها الواحد وبيعبر عنها بكلمات إنه فيهم رمز، فبحس إنه اللي أنا بفضله إنه اللي عم يتلقى الكلمات هو يشوف إذا ده قروب شي محل أو لا، وإذا ده قروب شي محل هو يقرر شو معناته. لأنه هن بالنهاية إنه في صورة بسيطة مثل البانتور يلي كل حدا بيترجمها على طريقته. نعم. لو بقيت بلبنان وعملت كل هيدا الرحلة جواتك، كنت قدرت تنجز هيدا النوع من الفن بهيدا البقعة الجغرافية؟ بوقتها أنا لما فليت كان كتير صعب، لأنه أنا جربت قلت لي كتير أنه لاقي دعم، بس بالنسبة لهيدا الخط هيدا وما كنت عم لاقي بفترتها. فما بعرف هلأ شو عم بيصير، يعني هلأ عم جرب أتواصل. مثلا بارح كنت عم شوف السيدة سحر طاها اللي هي صديقة كبيرة المغنية والمؤلفة والكمان الكاتبة، عملت معك مقابلة بصحيفة المستقبل لما كنت ريشار ميلان بارت 1. وبعدها صديقة وكتير
كتير بقدرهم وهيك عم جرب ارجع اشوف شو عم بيصير هون. انا عم شوف انه في نوع من في نهضة. اهتمام في نهضة صغيرة انا عم شوف ناس عم فعلا انه انا بقدر اقول من خلال برنامجي على غير موجة بالموسم الاول لما كنت استضيف فنانين alternative underground ما بيلتزموا بالقواعد التجارية لاحظت انه هيدا موجة فعلا عم تكبر عم تعلى بلبنان واللي ساعدها هو الوعي شوي عند الناس الوعي السياسي الوعي الاجتماعي الوعي الاقتصادي ترافق أيضا مع وعي ثقافي وموسيقي فعل حضور هيدا الفئة من الفنانين صح. فأنا بقول اليوم إيه يمكن أنت مطرحك صار لك مطرح بالشي اللي عم تقدمه على الساحة اللبنانية بتمنى لأ أنا أصلا صرت كتير هلأ عم بشتاق للبنان وبشتاق لهيدي مثل ما قلنا بيروت اللي عطول بتخضني كل ما اجي معقول مع العمر بصير الواحد يشتاق اكثر وانا لفتني نظرتك الايجابيه للبنان بهيدي الزياره يعني توقعتك تقلي انك شفت مشهد يمكن سلبي اكثر بس انت فاجأتني بانك شايف الامور احلى مما كنت متوقع هل ممكن العمر يخلينا نصير نوستالجيك اكثر ونتعلق ببلدنا يمكن في قصه العمر وفي كمان قصه انه مع انا كان اللي ضايقني كمان فكره انه نحن بني آدم كنت بتذكر نبقى بالملجأ وأطلع بالخريطة أنا هيك كان دجا مقسم لبنان يعني عندنا مساحة يبقى الواحد ضمن بلد دجا هن قسموه أيه. بطريقة اللي هي عجبتهم أطلع عليه مثلا لبنان مش مقشوع وإجا أتخيل أنه نحن مزروكين بشقفة منه إجا أشوف روسية حده هذه كانت عطولة تخلق لي نوع من الانجستيس شو بقوله انجستيس انه ليه ما انا انسان لي حق اتعرف على الكوكب يعني انه كان عندك مشاريع توسعيه بس مش توسعية. مثل المشاريع التوسعيه العسكريه يمكن لانه هلا صار لانه انا ما بحب الحدود السياسيه وهيك يمكن لانه هلا صار فيني روح واجي مطرح ما بدي بلا ما يكون في هالحواجز الوهميه تمنعني فصرت انه بحس انه انا اذا كنت بلبنان او قلت كنت بغير محل انه بقدر اعيش وشارك انه الثقافة تبع البلد والمشاكل او الاشياء السعيدة تبع البلد بلا ما احس انه انا علقت انا فكرة العلقان هي اللي بتضايقني بعدين انه عم شوف يعني مثل ما قلت لك انه هيدا الشعب طب شو بنعمل اذا هلا في مشكلة نفايات وعم انه بالتأمل السياسة في خلافات على هذا الموضوع طب انه الانسان العادي انه الشعب العادي انه هو مبسوط بهذا الوضع طب انه شو بنعمل خلينا نظهر شوي من الملجأ وذكريات الملجأ ونروح على ذكريات المسرح في معنى حدا كان دايما أو معك ببعض الأعمال المسرحية في معنى على التليفون صوت ما بعرف إذا رح دغري تعرف أكيد رح تعرف مين معنا مرحبا هاي ريتش ماذا؟ كلها مفاجآت نفا أبو فرحات برحب فيك مرة جديدة بع غير موجة كنت ضيفتنا قبل بستوديو هالمرة ضيفتنا عبر التليفون لأنه اشتغلتوا سوا أنت وريشار ميلان ضيفة وتعلمنا سوا كمان هاي كريستين أول شيء ريشار ايه حبيبي كيفك يعني عمول شوية ردة فعل انه سجائت على القليلة ما هلا ليك انه ضحكتي هي انه كتير عريضة بس انه معبرة ليك انت المتصرفين بيتعلموا يلجموا مشاعرهم ندى شو رأيك بالرحلة اللي عملها ريشار كنت بتتمني له انه يبقى بالإطار اللي كان هو فيه وهو فعلا كان ناجح يعني جماهيريا او انت مبسوطة له بالرحلة اللي عملها يعني أنا حسب الإكسبرياس مع هالشاب الحلو اللي معك لا أنا بعتقد أنه منيح اللي فل لأنه ريشار كان عباله يفل وكان عباله يفجر طاقاته برا يلي هون بلبنان كتير محدودين يعني بهيدا المجال اللي هو نقاه وما عنده أكيد المجال أنه يتوسع فيه فمطرح ما هو هلأ كتير مبسوط وخاصة أنه يعني عم برجع هلأ بسمع أخباره منه بس إجا على لبنان قديش مبسوط وعايش أساسا محل مطرح ما هو كان يحلم فيه فأنه مينيموم مبسوط له لأنه شوفي حالته هو كتير مبسوط واللي عم يعمله أنا عم بسمع يعني عندي سي دي تبعه وعم شوفه على يوتيوب الكونسرت اللي عم يعملها وردات فعل العالم انه very interesting يعني انه هون بلبنان بعتقد ما كان ابدا يعني حيكون مبسوط اذا كان وانت بتعرفي قديش الجرأة بلبنان بتولد معاناة ووجعة راس انت اكبر شاهد على هذا الموضوع
وانا حابب اقول انه انا كثير كثير بحترم مسيرتك ندى، لانه انت انه عم بتعبري عن الشيء اللي بدك اياه برغم الاوضاع وبرغم التضييق وكل هيدا. وانا شفت مسرحيتك وعن جد كثير كنت مفتخر انه انت عم بعدك عم اكثر واكثر تتحرري وطاقاتك عم تتفجر اكثر واكثر بوضع عم بيصير اكثر واكثر تجاري واكثر واكثر محدود. فعن جد كتير انا بحترم فنك وبحترمك. ثانكس. ايه انا ماشي شوي عكس التيار، لانه بالنهايه واحد بس ينقل بده، يعني بده يمشي شيء. فانت نقيت، انا نقيت كريستين من ايه كمان تشوفها. خلينا كريستين تشوفها بجننوا. خلينا وبدي اشكرك ندى، وبدي شد عايدك بكل المشاريع اللي عم تعمليها. نحن حتى لو جسديا ما كنا حدك، انما روحيا دايما معك وبنفتخر فيك مثل ما قال ريشار. بدي اشكرك على المداخله والى لقاءات جديده. ميرسي كثير ريشار، كلك ذوق. ميرسي. مسرع بنا ليا رانا، ألبوم موران أو ريشار ميلون إذا بتحبوا هيك تعرفتوا عليه قبل. إن شاء الله قريباً بيصير موجود الألبوم ببيروت، ولكن إذا حبيتوا هيدا الأغاني وهيدا النوع من الموسيقى فيكن تشتروا الألبوم أونلاين. كنت عم قلك تحت الهوى ريشار إنه هيدا الرحلة بيسموها جيرني بالأنجلي اللي أنت عملتها بدها كتير جرأة فعلا. يعني انا بدي هنيك على هيدي الجرأة انه اترك كل شيء، تركت كل شيء وتبعت الحقيقة تبعك او حاولت تفتش على الحقيقة تبعك. حاسس بهيدي الجرأة؟ انا بحس انه جرأة كل واحد في انه جريء بالمطرح اللي هو فيه. يعني اوقات شخص اذا بعده صامد بمطرح معين، مثلا صامد شو بعرفني انا، في امهات عندهم اولاد وصامدين وراح لهم اولاد، طب هيدا كمان جرأة. يعني كل واحد حتى التعلق بالجذور الجغرافيه هي جرأة. صح، انا هيك بحس، خاصه باوضاع صعبه مثل اللي بنعيشها نحن بالميدل ايست، حتى عنا بلبنان كمان انه نبقى بهيدي الظروف. جرأة يلي طالع مثلا اول طلعته وعنده طموح وعنده هيدا شوي انه بيتكسر وطموح حاطه بيرجع بيبني من جديد. انا بحس مثل النمل بلبنان، كل ما كسرتي لهم الوكر تبعهم بيرجعوا بيعمروا بيرجعوا. هذه جرأة كبيره كمان. يمكن كل واحد بحس انه ما بحس انه جرأتي انه زايده عن زوم او هيك. بحس كل واحد مطرح ما هو في يكون جريء، في يكون انسان. بس مثلا ما بعرف، انا مره مجوز زلمه مثلا عم بدقها قتل شي يوم بتنطفي لما تتحرر منه طبعا جرأة كبيره، لانه هيدا انه او زلمه ما بعرف، انه كل شخص في يكون جريء مطرح ما هو. بتعرف انا صار لي كتير زمان ناطره هيدي الحلقه وعم نتواصل وعم نتراسل انا وياك من هون لفرنسا. كنت حابه انه ماروني يمدد لنا اياها شوي، بس للاسف هيدا وقت برنامجنا، برنامجي بنسخته الجديده على غير موجه موسيقى العالم، وانت بتصنف حالك بموسيقى العالم لانك عم تقدم الكلمه العربيه لجمهور غربي. فاذا فيك تحكينا شوي عن موضوع انت ليه بتصنف حالك ضمن الورلد ميوزك. انا اصلا ما صنفت حالي بشيء، انا بس هيدي انه انا درست الشرق بتتناسب مع وورلد ميوزك. ليش؟ لانه ما بعرف، لانه يمكن هيدي الموسيقى عم تلمس اشخاص منهم من ثقافتنا، في يكون حدا من غير ثقافه وهيك، حتى لو ما قرينا لهم ترجمات او ما في ترجمات عم بيكونوا اندقروا من شي محل. يمكن مشان هيك انه موسيقى انسانيه بالنهايه بس طبعها شرقي.
أكيد. أنا بقول بالجينيريك إنه برنامجي اسمه موسيقى العالم لأنه نحن مش وحدنا بهيدا العالم. في كتير ناس غيرنا عم يعملوا موسيقى حلوة وعم يكتشفوا أنفسهم مثل ما أنت اكتشفت نفسك. بدي أشكرك إنك كنت ضيفة وبدي أشكرك على العمل الحلو يلي قدمت لي إياه، ونحن ناطرين كل جديد، ناطرينه بكونسرتس ببيروت إن شاء الله. أنا بتمنى هيدا الشيء ورح جرب أكتر عيش نص السنة بلبنان نصها بفرنسا، رح نكون كتير مبسوطين. وأنا كمان أكتر، وبشكرك على 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 حضورك وعلى على هذا البرنامج اللي بيشجعنا إنه نرجع عن جد نعمل شيء، وما لما نكون خايفين كأنه عم نعمل خطيئة منصف إذا ما عم نعمل شيء تجاري. فبرنامج مثل اللي عم تقدمي لنا إياه عن جد بيشجعنا وبيسمح لنا إنه نكفي ونكون مرافقين لأشخاص مثلك. موران، لأنه نحن عطشانين لأعمال من هيدا النوع ولأشخاص مثلك، رح نختم هالحلقة مع أغنية يعطش من ألبوم لا يرانا. المخرج مارون الخوري وأنا كريستين حبيب نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء. غير موجة موسيقى العالم.